طبعا اطلقنا STCPay او شركتنا ومنصة المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية قبل نهاية السنة الماضية. الهدف منها حقيقة هو يعني تمكين عملائنا من الوصول إلى خدمات مالية بجودة عالية وخدمات مبتكرة. الحمد لله يعني سو فار الابتيك اللي صاير عليها كبير جدا. طبعا احنا حقيقة نخدم هدفين، الاول هو موضوع الفاينانشال انكلوجن وهذا من اهداف الرؤية 2030، وايضا الكاشلس كوميونيتي. وكل هذه نعتقد ان وجودنا كتراستد بارتنر لعملائنا الحمد لله اللي عددهم كبير جدا واكثر من بنوك مجتمعة بالعلاقة هذه، وجود ايضا الاناليتكس اون توب اوف ذات، هذا ممكن رئيسي حقيقة لنجاح STCPay. الخدمات اللي اطلقناها اليوم سواء المدفوعات الرقمية او الريمتنس او التحويلات الحمد لله يعني عليها يعني ابتيك كبير. الهدف مننا اننا ايضا يعني نعرض خدمات ايضا مبتكرة في المستقبل القريب، شغالين مع المنظمة والريجوليتور اللي نلقى منه كل الدعم، ويعني الحمد لله يعني سو فار اعتقد يعني احنا على الرايت تراك، وان شاء الله بنشوف اكثر.